يا هاجسي سطر حروفي مضامين في محفل ينظم خفوقي شعرها صالح بن عواض نسل أفرح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال تهجن على روس الجبال الفخر يهاجسي سطر حروفي مضامين في محفل ينظم خفوقي شعرها صالح بن عواض نسل الميامين تجن على روس القبائل فخرها يا سايدي ترسم شموخي العناوين بين الملال اجل مواقف ذخرها اشهد لكم وفي البراهين دايم مدى الأزمان على قدرها الحقوق محفوظة أفرح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال تلك كبار البخل في الميادين أولاد زايد ينفعوا له أمرها سنين في حميد وامجاد احتداوين هذا أمير اعتبى يجمع خبرها 4-8-0-2-1 فزعاتهم للي تعز واثرها بعلومهم سنة الضيوف الرياحين أعلامنا في ريفها أفرح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-3 نطل معاني للنشامى السلاطين مخاطر الله بالجمايل دهرها غسل حصينين الكرم يخجل العين والجود والطيبة سنايع بحرها جزء المفاخر من بيوت الدواوين في كل حاضر المدايح نظرها أفرح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-3 واليوم شاركت البشاير هل الدين يسعد منه بالمحافل حضرها صفت بصلاة للنبي محمد الحين والآل والأخيار يلي ذكرها الحقوق محفوظة أفرح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-3-4-8-0-2-1 للاتصال من خارج المملكة 00-966-5-3-3-3-4-8-0-2-1